ثالث نفس الشيء هم موجود حله. سؤال ثاني ما موجود حله، لهذا راح اشرح الحل مالته واشوفكم الحل مالته. اول شيء اقرا السؤال. يقول اف الاف تي از بريودك، يقول هي بريودك. البريودك مالتها من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2. مطين الاف تي ايش قد؟ مطين الاف تي 2 تي. يريد شنو؟ يريد الراتيو، يريد الراتيو مال فيرست 3 هارمونيك اوف توتال افريج باور اوف ذا سيجنال. اول شغله نسويها نحدد الفتره مال السؤال، الفتره من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2، هاي الاولى. من هاي الفتره لحد هاي الفتره يصير بريودك، فلهذا اذا نطرح الكبيره من الصغير راح يطلع لنا تي يساوي تاو. لما نطلع التي وعندنا الفتره وعندنا الاف تي نقدر نطلع البي توتال. البي توتال شو يساوي؟ البي توتال يساوي واحد، هاي واحد، واحد على تي تكامل من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2 اف تي تربيع تي تي. هنا أنا قبل ما احل البي تي الباور توتال، الاوميجا تساوي 2 باي على تي، التي تساوي تاو، فالاوميجا تساوي 2 باي على تاو. الباور توتال يساوي 1 على تاو تكامل من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2 4 تي تربيع، هي 2 تي، فنربحها حصل 4 تي تربيع. فترة التكامل نقدر نخليها من الصفر لحد التاو على 2 ونضرب التكامل في 2. تكامل بسيط مال 4 تي تربيع، نزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد ونعوض، راح يطلع لنا بالأخير تاو تربيع على 3. هسه عندنا السين. السين شلون نطلعها؟ السين يساوي 1 على تي تكامل من صفر إلى تي اف تي اي أس سالب جي ان أوميجا نوت تي دي تي. التي هي واحد على التي هي تاو، التكامل من سالب تاو على 2 لحد تاو على 2، الاف تي هي 2 تي، وعندنا الاي. هاي هنا كنا بس دي تي. السي ان شو تساوي؟ قلنا تساوي 1 على تاو. هنا هاي سالب تاو على 2 لحد تاو على 2 ما نقدر نخليها من الصفر لحد تاو على 2 ونضرب التكامل في 2. هاي هنا غلط، لان هاي مو ايفن، لان عندنا الاي اس جي ان اوميجا نوت تي موجوده، فلهذا ما نقدر نضربها في 2. عندنا بعد شنو؟ عندنا هنا السي ان، السي ان شلون راح نطلعها؟ هنا التكامل مال 2 تي مضروبه ب اي جي ان اوميجا نوت تي ينحل باليو دي في. هاي 2 تي نشتقها لحد الصفر راح يصير 2 نوصل الصفر. الاي جي ان اوميجا نوت تي، الجي ان اوميجا نوت تي نكاملها، نكاملها تكامل لحد ما يوصل لحد مال الصفر مال تي، نكاملها تكاملين. نضرب الاثنين تي بالتكامل الاول ونضرب الاثنين بالسالب مال التكامل الثاني، طلع عندنا سي ان هذا. ولا ما طلع عندنا سي ان، نعوض مره تاو على 2 مره سالب تاو على 2، وبعد التعويض راح تطلع عندنا السي ان مثل هذا السؤال، او قبل هذا السؤال طلعت عندنا اليد 1 على تاو مضروبه في اي اس جي 2 باي ان على 4 باي تربيع ان تربيع على تاو تربيع. الاربعه راح تروح الى الاربعه، راح تبقى بس 4 باي تربيع ان تربيع على تاو تربيع. التاو تربيع تصعد فوق راح تصير بالبسط، واكو تاو عندنا بالمقام، راح يختصر وحده يلق راح تبقى بس تاو عندنا. الاي اس جي 2 باي ان هاي بس كوساين، اذا نخليها ساين الاي هي شلون؟ اللي هي ساين وكوساين. بالساين تصير قيمتها صفر، ليش؟ لان قيمه التردد عندنا 2 باي. بس هاي الكوساين من جتي؟ هو جاي يشرح الكوساين. الاي قلنا اي اس سالب جي 2 باي ان هي شنو راح تصير؟ راح تصير كوساين 2 باي ان ناقص جي ساين
2 باي ان. اذا نعوضها كساين راح يصير الحل مالتها صفر، فلهذا ما نعوضها ساين، لان لما نخليها ساين راح تصير قيمتها صفر فتروح. لما نخليها كوساين راح تصير دائما واحد، لهذا الكوساين راح تروح همينه. السي ان كوساين 2 باي ان، شنو المتغير بيها؟ الان الان هي قيمتها تصير لو واحد لو اثنين لو ثلاثة لو أربعة وهيج، صح لو لا؟ لا لا، مو ساين 100%، هي كوساين وساين، كوساين زائد ساين، تمام؟ الاي هي ساين وكوساين، هاي كوساين زائد واضحة مو؟ جي كوساين. اي كوساين زائد جي ساين، تمام. هاي الـ هاي الـ ساين 2 باي صفر، صح ولا لا؟ صح. اي وكوساين 2 باي هو واحد، فلهذا نقدر نقول كوساين 2 باي بتساوي واحد، فراح يروح الاي كله. اذا او ساين او كوساين راح يطلع لنا بالاخير الحل واحد، فيبقى بالاخير تاو على باي تربيع ان تربيع، اللي هو هذا. هسه هنا نعوض مره الـ مره الان واحد، مره الان اثنين، مره الان ثلاثه، مره الان اربعه، ومره الان خمسه، ونطلع قيم السيان. ولا ما نطلع قيم السيان نقدر نرسم هذا الرسم. الرسم مو واضح، بس هو الرسم يعني مو بس مهم، اهم سؤال شيء دقيقة، هو مو القانون لازم بي على اثنين؟ يلا تاخذ كوساين وانا اخذ غلطانة يعني. شلون؟ يعني هو مو لازم اكسبونينشال زائد اكسبونينشال على اثنين؟ القانون مال تحويل الاكسبونينشال الى كوساين؟ لا 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 لا، لا لا، هاي تختلف، هاي تختلف، هاي تختلف. راح اشرح لكم هاي. الاي جي جي اي اس سالب جي اوميجا ان شو تساوي؟ تساوي كوساين اوميجا ان ناقص جي، لان الاشاره مال اس سالب، ساين واضحة فقار، هاي اوميجا ان. الاوميجا الان قيمتها 2 باي، الان قيمتها لو واحد لو اثنين، فلهذا ما تاثر، فلهذا الناتج يطلع هنا واحد وهنا صفر، فيطلع القيمه مال الاي واحد. قول شنو باي بارت؟ ايه؟ اليو دي بي. ايه قول؟ شنو مستقبل؟ مستقبل منا الايه؟ مش مقام منا هو تكامل. تكامل، تكامل، تكامل الايه؟ صحيح. كامل صحيح. هسه اكمل هاي. هنا نقول لما الان صفر، لما الان صفر السيان راح تطلع انفينيتي، لهذا الان ما تساوي صفر. المهم زين زين، بس فقار يعني بهالحالة طيرتها أصلا الكوساين من السي ان. كل الحالات من راح تعوض مثلا ان واحد ان اثنين راح ترجعها ايه، الكوساين ولا؟ هسه اذا نعوض الان واحد كوساين 2 باي هو لقيت واحد، اذا نعوض الان اثنين كوساين 2 باي في اثنين همين واحد، اذا نعوض ثلاثه همين واحد، اذا نعوض اربعه همين واحد، كل القيم اللي نعوضها بالان راح يطلع الكوساين واحد. اي اعرف، انا اقصد يعني ابقيها السي ان موجودة بيها الكوساين.
مو انت كاتب هنا انا اذا السي ان تساوي بدون الكوساين. ها هاي الكوساين يساوي 2 باي، الكوساين عفوا قلت يساوي 1، اذا هذا نهملها. واضحة؟ واضحة يعني فقرية ما لها داعي، يعني احنا من نجي نعوض راح تطلع واحد بقية ناتجها واحد. صحيح. هسه الرسم نخلي القيم هاي على الرسم. القيم شلون راح تصير؟ راح نخلي القيم مع التردد مضروب بالان. هذا التردد الاول، هذا التردد الاول، التردد الاول وينه؟ احنا قلنا تي تساوي تاو، التردد يساوي واحد على تاو، يعني يساوي واحد على واحد على تي العفو، يعني يساوي واحد على تاو. فده التردد الاول اللي نخليه بالرسم، واحد على تاو. تردد الثاني 2 على تاو. تردد الثالث 3 على تاو. تردد الرابع 4 على تاو. تردد الخامس 5 على تاو. نخلي القيم اللي طلعناها هذا لا سؤال الاولى. فقط. السؤال الثاني، الأولى إذا الـ N1 الـ CN تاو على باي تربيع، هاي تاو على باي تربيع. إذا الـ N2 الـ CN تاو على 4 باي تربيع، والثلاثة والأربعة والخمسة ونرسمهم وحدة للأخ. هو شيء يريد الباور مال فيفت ثري هارمونيك، يعني الاثنين في الـ CN تربيع الأولى، واثنين في سي ان تربيع الثانية، واثنين في سي ان تربيع الثالثة. طلع عندنا 0.022 تاو تربيع. نسوي على القانون مال الريشيو اللي هو الباور مال هارمونيك ثلاثة على الباور توتال، راح تطلع لنا الريشيو مالتهم. طلعت 6%. هنا هاي طلعت 6% لأن أغلب الباور راح تكون بالصفر. أوكي؟ مكان تقدر تعيده هذا؟ والله ما أقدر أعيد لأن هو شوية مطول. إذا تريد اكو تسجيل، تسجيله اكو بتسجيل تسجيل. إذا تريد. تمام. هسه السؤال الثامن يقول there are two sides، مطينا ال FT 10 اي اس سالب مطلق تاو فولت، ومطينا المقاومه 50 اوم. نريد من يمنا نحسب التوتال انرجي، ونريد من يمنا نحسب الانرجي من الصفر للواحد رات. هذا السؤال الثامن. طبعا هو ما طالب الريشيو، بس انا طلعت له الريشيو. او لا عفوا، طالب الراتيو، طالبها. المهم هسه اول ما طلب عندنا التوتال انرجي. توتال انرجي شلون راح نحسبها؟ الاي توتال تساوي تكامل من سالب انفينيتي الى انفينيتي اف تي تربيع دي تي. الاف تي قد عندنا 10 اي اس سالب 10 اي اس سالب مطلق تاو مطلق تي. ما طول هي مطلق تي، نقدر نقول نضربها في 2 ونخلي التكامل من صفر إلى انفينيتي. بس فقر هو ما طالب الراشيو، هو طالب بس انه الناتج مالتها مال الافرج تقسمه على 100، بس هيجي قصدي تضربه في 100%، ما طالب راشيو. لا طالب ريشيو. لا 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 ما طالب فقار. أنا سويت بعد، أنا اقرا سويت هنا. المطلب. هو اني مو اني همات، مو انت البارحة قلت هيجي، أنا لما صحيح جيت صحيح طلعته وضربته طلع نفس الناتج. لا مو المشكلة، الناتج راح يطلع 81.83. ثواني، الناتج راح يطلع 81.83، لازم نقسمه على 50، ها؟ لأنك مقاومة هنا. لو لما نسوي أي له صحيح. ريشيو،
راح يطلع لنا نفس الناتج، انا هم يطلع نفس الناتج 81.83 بالضبط. زين ابغى خايس سين والكوساين السيكا والتان شنو ذا اللي بس مستعملين بنفس ثواني السؤال؟ ثواني ثواني، هذا صراحة بعد ما وصلت لها. هسا أول شيء خلينا نشرح الإي توتال. الإي توتال قلنا هذه المشاركة شوية تركوا خطأ وطلعت من الملف. والله هو الأحسن هيك، بس يكون واحد يعني يبقى 100 دائما. إذا أنت تقدر تبقى يعني بال100 دائما، أخليك أنت تسوي ال100 وأنا أشرح. إبن المرة الجاية إن شاء الله. هسا المهم عندنا الإي توتال. الإي توتال تكامل من سالب إنفينيتي لإنفينيتي. إذا نقدر نسويها من صفر إلى انفينيتي لأن التي بيها مطلق، بس نضرب فيه 2 طبعا. ولا ما نحل التكامل ونخلص راح يطلع لنا زين وإذا الحل. ما بيها مطلقة ما نقدر نسوي في اثنين؟ ما نقدر لأن هنا أنا الـ E مو even odd تعتبر. أوكي اي فقار اخذت قصدك نص الفتحة، اوكي هي لأنه المطلق يا أما سالبي يا أما موجب، فأخذت الموجب فضربته في 2 مو؟ صحيح. هسه عندنا وينها هاي الاف تي، اذا اريد نحولها الى فريكونسي دومين، اكو قاعده ثابته اللي هي السالب اي مطلق تاو مطلق تي راح يطلع 2 على اي على اي تربيع زائد اوميجا تربيع، لان هو مضروب ب 10 راح يصير 20 على 1 زائد اوميجا تربيع. بس ثواني هسه جاي. عندنا الاف الفوريا ترانسفورمر مال اي اس سالب اي مطلق عفوا الفوريا ترانسفورمر مال 10 اي اس سالب مطلق تي هيطلع 20 على 1 زائد اوميجا تربيع، الاي يساوي 1. هسه راح نطلع الاي مال الفتره اللي معطيني اياها بالسؤال مال الراند 0 الى 1 راد. نخلي القانون مال التكامل مال فريكونسي دومين، وراح نخلي الفترة بس من صفر للواحد ونشتغل عليها. هنا ضربتها في 2، ليش ضربناها في 2؟ لأن هو صح رادها من صفر للواحد، بس هو شنو بالسؤال ايش كاتب؟ بالسؤال كاتب تو سايد، ما طول تو سايد يعني اكو سايد موجب واكو سايد سالب، فلهذا نضربها في 2. تكامل على 400 على 1 زائد اوميجا تربيع تربيع. التكامل مالتها ما نقدر نحله الا باستخدام القواعد مال الدوال المثلثيه. هنا انا فرضت ان الاوميجا تساوي تان الزاويه، دي اوميجا تساوي سيجا تربيع الزاويه، 1 زائد اوميجا تربيع يساوي سيجا تربيع الزاويه. نعوض هنا راح يصير سيجا تربيع على سيجا أس 4 الزاوية، لما نختصرهن راح تبقى بس 1 على سيجا تربيع، 1 على سيجا تربيع هي نفس الكوساين تربيع. الكوساين تربيع نقدر نحولها إلى 1 على 2 زائد 1 على 2 كوساين ضعف الزاوية. ورا من كامل الواحد على 2 زائد 1 على 2 كوساين ضعف الزاوية راح يطلع لنا زاوية زائد نصف ساين الزاوية. احنا عندنا ساين ضعف الزاوية واحنا لازم نطلع بس زاوية واحدة، فلهذا شو نستخدم؟ نستخدم الساين شو تساوي؟
ساين ضعف الزاوية يساوي اثنين ساين الزاوية كوساين الزاوية. هاي واحد على اثنين، تنضرب في اثنين ما تروح، راح تبقى بس ساين الزاوية. خوب ليش فتحت فقار؟ فقار لأن ضعف يعني ما زاوية، يصير تبقية ضعف زاوية ما نقدر نبقي. إعادة إيه عوض، إذا بس لازم تغير، ضعف بس زاوية ما لازم نقدر. تغير حدود التكامل بالحالة ذات شو اسمه تبقي، ما إذا تريد نبقي اللي يصير زاوية من صفر إلى باي على تصير أربعة. من صفر إلى باي على أربعة. إيه إي عادي كيفكم طريقة تستخدمون ثانية، هاي الطريقة أو ما هاي. ماكو مشكلة. إيه نعم كم. المهم هنا أنا استخدمت هاي الطريقة لأن أسهل بالنسبة لي يعني. عندنا ونفس الهوم ورك. اي الاوميجا على الاوميجا ساويه بس زائد ليش واحد تغيرون حدود التكامل؟ كذا. عادي تبقى نفسها يمكن، لأن هو طالبها بالسؤال. اي عادي عادي لا أقصد مصطفى، ليش أنت اوميجا غيرت حدود التكامل؟ لان يريد يبقي هذا يعني بدل ما يحول. اوكي اوكي هسه وين وصلنا؟ وصلنا لحد ما عوض بدل 2 ساين كوساين زاوية وساين زاوية العفو. عندنا شنو؟ عندنا الأوميجا على الأوميجا تربيع زائد واحد تحت الجذر هاي ساين، والواحد على جذر تحت الجذر أوميجا تربيع زائد واحد هاي كوساين. نضرب نسويها هاي راح تطلع على اثنين راح تطلع لنا واحد على اثنين ساين ضعف الزاوية. وعندنا الزاوية، الزاوية صح تساوي راح تساوي تان انفيرس الأوميجا. وراح نعوض مرة صفر مرة واحد راح يطلع بالأخير الناتج 50 في باي زائد 2 على باي، والناتج مالته هو 81.83 فولت تربيع على ار. هاي الفولت تربيع على ار لازم نقسم على ار، الار هي 50 مطلعينها بالسؤال، طلع لنا 1.6366. هاي ال 1.6366 نقسمها على الراتيو راح يطلع لنا 0.8183. اذا نريد نسويها بالمية راح يصير 81.83%. بالغلط طلعت. عايز متعمد. هسه السؤال العاشر وصلنا. السؤال العاشر هاي اف تي راح تدخل على جين، الجين مقداره واحد. لو بتروح للسوميشن نو هاي الاف تي راح تتشفد بمقدار تي، تدخل على جين اثنين. لو بتروح للسوميشن قبل ما تدخل على جين اثنين راح تروح على مين تتشفد بمقدار تي وتدخل على جين واحد وتدخل للسوميشن. شو يريد؟ يريد الاتش اوميجا مطلق. أول شغلة نفرض إنه الـ FT هي دلتا T. هاي FT تدخل هنا على جين راح تبقى نفسه، تروح للسوميشن نخليها بس تدخل على قلنا تشفيت بمقدار T، فلهذا نقول دلتا T ناقص T ناقص T كابتر. تدخل على جين 2 نضربها في 2، تروح للسوميشن نكتبها. تدخل على قبل ما تدخل للجين 2 تدخل على تشفيت بمقدار تي، نقول دلتا تي ناقص 2 تي لان دخلت على 2 تشفيت. انه بتدخل على جين 1 فلهذا هي راح تبقى نفسها. تدخل على السمويشن نخليها هنا. هسه هذني كلهن راح يساوون الاتش تي وراح يساوون الجي تي. هو شو يريد؟ يريد الاتش تي بس شنو بالفوريير ترانسفورمر، فلهذا نحولها بالفوريير. فوريير ترانسفورمر مال الدلتا تي هو واحد، والفوريير ترانسفورمر مال الدلتا تي ناقص تي نوت هو اي اس جي اوميجا تي نوت. هنا عندنا تشفيت مقدار تي ومقدار مره اثنين تي، فلهذا ايش راح يصير؟ الاولى دلتا تي راح تنزل واحد، الاولى اثنين دلتا تي ومتشفته راح تصير اثنين اي اس جي اوميجا تي. الثالثة هم متشفتة بس بمقدار 2 تي راح تصير اي اس
سالب 2 جي اوميجا تي. هنا اذا نشوفها هاي عقار يعني هاي يعني ثابتة مو؟ ثابتة فوريير مالته سالب جي تم اي ثابتة ثابتة موجودة بالقواعد مال فوريير. الاي اس 2 جي اوميجا تي هاي راح كانما هي تربيع، كانما اي اس سالب جي اوميجا تي تربيع وهاي واحد تربيع، الاول في الثاني في اثنين، هاي اثنين اي اس سالب جي اوميجا تي، كانما هاي شنو هاي مربع حدانيه، الحد الاول مالتها واحد والحد الثاني مالتها اي اس جي اوميجا تي، هاي كلها تربيع. هاي طلعنا هنا طلعنا الاتش اوميجا، نقدر نتخلص من اي، شلون نتخلص منها؟ نحولها كوساين ساين، راح يصير كوساين الاوميجا تي ناقص جي ساين الاوميجا تي، هاي شنو هاي؟ هاي اتش اوميجا، احنا نريد نحولها الى امبليوتد بدون عدد خيالي، فش نسوي؟ نقول الحقيقي تربيع ناقص زائد الخيالي تربيع، الحقيقي هو شنو؟ واحد زائد كوساين اوميجا تي ربعة واحدة زائد الساين تربيع واحدة، واحد زائد كوساين الأوميجا تي تربيع، صح تصير؟ راح يصير واحد زائد اثنين كوساين الأوميجا تي زائد كوساين التربيع الأوميجا تي زائد ساين تربيع الأوميجا تي، الساين ويا الكوساين راح يصير واحد، راح يصير واحد زائد واحد يصير اثنين، وهاي الاثنين كوساين الأوميجا تي راح تنزل. هنا أنا ايش كتبت؟ 1 على 2 زائد 1 على 2 كوساين الاكس يساوي كوساين الاكس على 2، طبعا هاي كوساين تربيع، كوساين تربيع الاكس على 2، اذا نضربها في 4 ايش راح يصير؟ راح يصير 2 زائد 2 كوساين الاكس يساوي 4 كوساين الاكس على 2، هاي هم تربيع هنا، فايش راح يصير الناتج؟ راح يصير 4 كوساين تربيع الاوميجا تي على 2 نفس الناتج. ها قول احمد، هاي واحد زائد اثنين اي جي اوميجا تي زائد اي سالب 2 جي اوميجا تي، حولناها مربع حدانية، اها مربع كامل مربع حدانية اهو. هسه هاي كل شيء واضح بهذا السؤال مو؟ سؤال مهم لان بس هنا انا غلطت بالتربيع، ناسي الكوساين التربيع. بس ثواني هسه جاي. خلينا نكمل هسه السؤال 12، السؤال 12 يعني فقار هو رايت كان مطلب السؤال بس ال اتش اوف تي اي بس الاتش، اذا تريد هسه نقرا السؤال يقول ديترماين ذا ماجنتيود، ذا الماجنتيود مال هاي السيستم فريكونسي ترانسفورم فاكشن، ما طول قال فريكونسي ترانسفورم يعني اريده بالفريكونسي بالاوميجا او بالاف كيفنا اوف ذا ترانسفورم فلتر، ومطينا الشكل. هسه السؤال 12 يقول ان ذا سيستم شون بيلو الاتش 1 اوميجا يساوي 10 اي سالب جي 2 اوميجا، والاتش 2 اوميجا تساوي اي سالب جي 2 اوميجا. هنا انا اكو غلط بالسؤال، لما الحاله دكتور طارق محمد معوض انه هاي ال H2 معوضها اي اس موجب جي 2 اوميجا وطالع نفس الناتج هنا، انا حليتها على نفس السؤال، حليتها انه هي اي اس سالب جي 2 اوميجا، فلهذا ما طلع الناتج نفسه بالضبط. نروح للحل،
الحال عندنا اتش اوميجا الاولى وعندنا اتش اوميجا الثانيه، هي سلام. فيدباك. سؤال جواب الدكتور طارق محمد يعني شرح الفيديو. شلون؟ لا لا لا، ما شرح الفيديو، لعد شرح الملف بي دي اف. ملف بي دي اف، اه بحسب تمام. ملف بي دي اف، واكو يعني تغيير بالسؤال، يعني مناقل الاجتو هي موجب، مناقل العفو لا الصالب، تمام ناقل تمام القص موجب. تمام اها، بس لما نقلها موجب طلع الحل نفس هذا، انا ما طلع الحل نفس هذا، طلع بس الفرق اكو بال10 وال11 وال30 وال11، تمام فرق تمام بسيط بس هو نفس الفكره. هسه عندنا اتش اوميجا الاولى واتش اوميجا الثانيه، هي فيدباك. وطبعا هنا هم اكو غلط بالسؤال، هم المره الثانيه هنا انا ما محدد هاي الاشاره هنا شنو، هاي الاشاره مالتها سالب. إذا إشارتها سالب نخلي موجب عكس الإشارة اللي نعطيها بالسؤال. فش نقول؟ H1 أوميجا يعني على برسم 1 بعدك زائد سالب. H1 أوميجا H2 أوميجا. أي لا، أكو بالرسم هنا لازم سالب، من السالب تعرف إنه هاي نيجاتيف فيدباك لو بوزيتيف فيدباك. أوكي؟ اوكي هنكمل. ولا ما نعوض طلع ان الاي اي السالب جي 2 اوميجا على 1 زائد اي السالب جي 4 اوميجا. ضربت في اي طلع لنا بالاخير الاتش ايكوال يساوي 1 عليه اي اوس جي 2 اوميجا زائد اي اوس سالب جي 2 اوميجا. احنا مباشرة اكو هي قاعدة نقدر نستخدمها، انه اذا اكو اثنين اكسبوشن اثنين اي اس واحدة اس اي سالب جي واحدة اي اس موجب جي، دائما الحل مالته راح يطلع اثنين كوساين. او شو نقول؟ نقول الاي اس موجب اثنين اوميجا هي كوساين 2 اوميجا زائد جي ساين 2 اوميجا، والسالب هي كوساين 2 اوميجا ناقص سالب سالب جي ساين 2 اوميجا. شلون؟ شلون؟ قول. شنو نسيان من على؟ هو لا بابا هو 1/2 كوسا راح يصير. ها؟ لأن هاي 2 اي ليش 1؟ اي نفس الحل أحمد، يعني إذا تقسم على اثنين وتضرب في اثنين فراح هم راح يطلع هيك. هو عم يطلع هيك. مو بس بقى، انتبه 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 انتبه، الاتش 2 اتش 2 اوميجا فوق، العفو اتش السالب اي او السالب جي 2 اوميجا فوق، الجو شنو؟ اي او السالب جي 4 اوميجا. فما نقدر نختصرها، يعني ما نقدر نضرب مثلا باي او ايه؟ صحيح بس ما صحيح. عندك مقام اثنين لازم توفره. هي لا تفترض انه هي نفس تقريبا تشبه الكوساين او تقريبا تشبه الساين، فهذا كيفك يعني، اما انه تحفظها انه الاي اس موجب جي 2 اوميجا زائد اي اس سالب جي 2 اوميجا، ها هاي دائما تطلع كوساين العفو 2 كوساين، او ما تحفظها بكيفك. واكو شغله ثانيه، اذا الاشاره بيناتها سالب
راح تطلع ثاني. اها راح تطلع 2 ثاني. زين بفرق لك شغله هنا. قول هي الاكسبونشال الوحده اصلا كوساين وساين اي يعني هيك بقى، فهمناها. الوحده صارت كوساين ساين، بس لان الاشارات تختلف، وحده موجب وحده سالب، وحده صارت موجب ساين وحده صارت سالب ساين، فراحت الساين ويا الساين. هسه الفوريير مال الترانسفورمر مال كوساين اوميجا تي مال اف تي، لان هو مطينا الاف تي شنو هو؟ كوساين. الفوريير ترانسفورمر مال كوساين هو باي دلتا اوميجا ناقص اوميجا نوت زائد دلتا اوميجا زائد اوميجا نوت. عندنا 2 كوساين، اول كوساين راح يصير باي دلتا اوميجا ناقص 10 باي، لان قيمه الاوميجا هي 10 باي مطينها، ونفسها بس الفرق زائد. نفس الشيء بالنسبه للكوساين الثانيه، هي 3 راح يصير 3 باي دلتا اوميجا ناقص 20 باي، والثانيه زائد 20 باي. الجي اوميجا تساوي اتش اوميجا في الاف اوميجا. الجي اوميجا اذا نضربها في الاتش اوميجا راح يطلع نفس الاتش اوميجا، العفو نفس الاف اوميجا، بس مقسوم على 2 كوساين 2 اوميجا. اذا نريد نحول الاتش تي نضربها باي اس سالب جي اوميجا تي ونسوي له تكامل. بس هنا أنا ملاحظة، ما طول عندنا دلتا التكامل راح يصير مباشر، راح نعوض مرة 10 باي، مرة سالب 10 باي، مرة سالب 20 باي، ومرة موجب 20 باي. ولما نعوض هذين الأربع مرات راح يطلع الناتج بالأخير 2 كوساين ال 10 باي تي على كوساين ال 20 باي، زائد 6 كوساين ال 20 باي تي على كوساين ال 40 باي. اكو قاعده، كوساين الاكس على كوساين الواي هي كوساين الاكس ناقص واي. فلهذا ايش راح يصير الناتج؟ راح يصير الناتج 1 على 2 كوساين ال 10 باي، 10 باي ناقص 20 باي، هاي 10 باي تي هاي ناقص 20 باي تي. اذا ناخذ عامل مشترك 10 باي تحصل 10 باي مضروبة بتي ناقص 2. نفس الشيء بالنسبة للثانية، بس الفرق هنا راح ناخذ عامل مشترك 20 باي، راح يصير 20 باي والعامل المشترك تي ناقص 2. الناتج نفس الناتج طلع عندنا بالموجود بالمذنبة، بس الفرق هناك 30 على 11 ب 10 على 11. وقلت لكم طلع الفرق هيك لان اكو غلط بالسؤال، مو يعني لان الحل غلط. جواب ثلاثين باي، بس ثواني ثواني، هي زاوية واحدة ترى، عشرة باي عشرة باي تي ناقص 20 باي بين قوسين. إذا ناخذ عامل مشترك 10 باي راح يصير 10 باي تي ناقص 2، وهاي. وقلت لك اكو قاعده مال كوساين الاكس على كوساين الباي على كوساين الواي تساوي كوساين الاكس ناقص واي. فقار اني ما افتهمت شلون صار التكامل. التكامل خلينا نروح واحده واحده. هسه هاي مو هاي تعتبر اف اوميجا، ها لان بين اثنينات الاوميجا، وهاي تعتبر الدلتا. تكامل عدد مضروب بدلتا شلون راح يصير؟ اول مكانه بس قيمه الشيفتنج، قيمه الشيفتنج لان اكو اكثر من دلتا بنعوض. كم شيفتنج؟ كل شيفتات الاولى اي الاولى عكس اشاره الشيفتنج، طبعا هاي الاشاره مالتها سالب نعوض موجب، هاي موجب نعوض سالب. هاي بس هنا لك ملاحظة، هنا أنا اكو 3 في دلتا، فلهذا نضرب الرقم الأخير في 3 بس. أوكي؟ واضح واضح. تكامل سهل ما بي شيء.
لا أصلا وجود الديراك كل شيء سهل التكامل. كلش سهل، هو لهذا التكامل مال هذا السؤال كلش سهل. هسه راح اروح على التشابتر الثالث، وبالنسبة لهذا السؤال مالتكم وينها؟ الـ E أس سالب أي تي، قلت لكم هاي التكامل مالتها، العفو الفورية ترانسفورم مالتها ثابت، وعندنا بعد الكوساين هم التكامل مالتها ثابت، والدلتا تي التكامل مالتها هم ثابت. هنروح للشابتر الثاني. اكو سؤال على الشابتر الثاني هسه؟